اسمي ناصر صالح راشد العنزي. أبي أقول شكراً للمعلمات والإدارة والمدرسة إنهم راح يعلمونا. أبي أقول إني هذا أحلى يوم حياتي إني دشيت المدرسة. أنا وايد مستانسة إني لقيت المدرسة. محمد جناحي. وجي أول يوم أروح المدرسة معلمتي درستني وخلتني أتعلم الحروف. تلعب أستان أصدقائي كلهم تعلمون معاي إن شاء الله. وأنا وجودي تعلمت الحروف. وجودي تعلمت كل شيء. وأدرس لازم أتحقق اليوم. أدرس وأتعلم. أبا قلنا المدرسة وايد حلوة. اشتقت لمعلمتي وصفي وصديقاتي. عبد الرحمن خليفة غتم. أنا يا أخي حسيت المدرسة مرة مو حلوة، لكن فجأة أول ما جلبت ما الله عجبني. حسيت إني صغيرة مدرسة، لكن لقيت فيها مليون لعبة ومليون بيت، يعني عجبني مرة. وفيها أكثر من 20 ناس، يعني 30 ناس في يهالوا. صراحة ما أبغى بالجمعة، ما أبغى ساعات في إجازة، أبغى كل يوم أروح المدرسة. وايد مستانسة من هاي اليوم، لأني يعني قابلت صديقاتي اللي ما شفتهم سنتين، ويعني هاي آخر سنة لي في المدرسة وحدي ما بيهدها. أنا أحب أصدقائي وايد ومدرستي، كل يوم باي مني لأنه أحب مدرستي. اسمي محمد حميد، وأخيراً رجعت لمدرستي. سعيد وايد وعمري 7.